رحت على مارسيليا، وبرضه في مارسيليا عملت كذا محاضرة كانت كتير مهمة، وهم بتابعوني كانوا يعني مش عارفة بشكل ملحوظ. اللي معي عارفين، وبحاولوا يعني يشوفوا ايش المطلوب يعني. وانا طلعت تولوز عندي محاضرة فيها، حجزنا بالقطار وراحوا يوصلوني على المحطة، وفي ناس بيستنوني مشان يطلعوا معي. عاملين لي كمين قدام البيت ولحقونا زي العصابات، هم عصابات بالأحرى. وقفوا بوليس، جوازك شو فيه؟ انت ما هون تحت الإقامة الجبرية وبدنا ناخذك في أوتيل. قلت لهم أنا جاي من غزة، لا جاهزة لأوتيل ولا غيره، وأنا ناقصني حبس. قالوا إحنا على حسابنا بدنا نحبس يعني في الإقامة الجبرية، وتعالي بس على المكتب وبنتفاهم. والدنيا برد كانت، رحنا على المكتب. قلت لهم غريب، أنا 36 واحد أول يوم من عيلتي استشهدوا، هدول في أول يوم؟ بأول يوم، معقول ما احكيش عنهم؟ معقول ما احكيش عن وجعنا؟ فأنا يوم كم تحديدا يا فندم استشهدوا 31 يوم بالضبط؟ يوم 7 أكتوبر. أكتوبر يوم أنا طالع، هم يعني تخيلي كانوا بفكروني أنا معي علم باللي صار. قلت لهم أنا السي اي اي بعرفش، هم اللي عملوا العمل ثلاث أرباعهم بعرفش، لو حدا كان بعرف كان ما نجحت العملية كلها، لكن صحيح. أنا شو دخلني أنا هون عندكم. فالمهم أخذوا الجواز وكنسلوا على الفيزا. وقلت لهم تعرفوا لو فرنسا محتلة كان أنا وشعب بنيجي بنتطوع معكم لنحرركم من الاحتلال. أنا حاسة حالي في الأرض المحتلة مش في فرنسا. فرنسا اللي قرأت عن دستورها وعن الحريات فيها طلعت كذبة كبيرة. إحنا أنا جاية أتعلم، بس لا أنا بقولكم أنا بعلمكم عن الحريات، عن الحريات وعن حقوق الإنسان. أنتوا إذا كلب عندكم بنوجع بتقيموا الدنيا وبتقولوا حقوق الحيوان، بس أنتوا مش عاملين للإنسان قيمة. وهذا موقف يعني مش دولة خايف. أنا إرهابية، شكل واحدة إرهابية أبدا. طلعت هي وكتير كانت حزينة، قلت لها أنا لو فيش عندنا احتلال بجوز أنا طلعت فنانة. ما كانش يعني أنا مش كتير غاويين قتال إحنا، بس إحنا شعب يعشق الحرية والاستقلال. هذه وكل العالم معترف إنه إحنا أرض تحت الاحتلال، وإنه من حقنا دولة مستقلة، ولازم ومن حقنا نقاتل بكل الأشكال حتى حريتنا واستقلالنا وبناء دولتنا. وهي إلنا السفارات في كل العالم، وهون إلنا السفارة.